التي قد تكون إحدى تطورات الوضع السوري هو تقسيم والتقسيم قد يقود إلى فصل هذه المنطقة فتكون متواجدة هي مع حليفة بشار الأسد ولكن أيضا هي أرسلت رسالة واضحة للكل أن حين تقف مع حلفائها وهنالك يعني عملية إعادة تفكير في المنطقة هل الحسابات الأمريكية دقيقة هل هي أرادت هذا الوضع يعني إيران برر لها أن تتدخل كما تريد وأن تستخدم حزب الله في سوريا نحن نعلم قبل كم يوم يعني مثل ما تفضل ضيفك من باريس قبل كم يوم في منطقة الرقة قامت طائرات البشار الأسد بقصف مواقع في الرقة تسعة طائرات وقامت ب11 عملية كيف يمكن أن تقوم طائرات لبشار الأسد أن تقصف مواقع في الرقة نعم. وهذه المنطقة هي المسيطر عليها من قبل القوات الأمريكية لو لم يكن هناك تنسيق روسي أمريكي سوري في هذا الجانب روسي روسيا ادعت أن لديها 2400 في قوات داعش وهي تريد أن تحرر يعني أو أن أن تتعامل مع هذا أمريكا سنة وأربعة أشهر لم تحقق النجاحات المطلوبة فيما يتعلق بالحرب على الارهاب في سوريا او في العراق فهي وجدت انها فرصه ان يدخل الجميع في هذا الجانب ويساهموا اذا استطاعوا ان يساهموا فيما يتعلق بقتال داعش او التورط اكثر يعني من هذا الجانب تركيا لها مصالحها تركيا طرحت منذ البدايه ان يكون مثل ما حصل في العراق في 91 ميلادي يعني ان يكون هنالك مناطق امنه نعم. لا عدم وجود المناطق الامنه التي طلبتها تركيا جعلت تركيا تلجا الى قرار تفضلوا اللاجئين السوريين الموجودين لم يعانوا من وضع امني سيء، هم عانوا من وضع اقتصادي، ففتحت الحدود وخلت اوروبا وامريكا ان تشارك وان تتحمل جزء من هذه الكلفه ومن جزء من هذا الوضع. المعادله معقده، هنالك وضع للاكراد، تركيا لها مصلحه في فصل المنطقة العازلة حتى تعزل بين اللاجئين السوريين حتى تستطيع ان توجه عملياتها الاكراد حسب نعم. ما تريد العمليات العسكرية يعني الموضوع يزداد تعقيدا اكثر واكثر يعني دون ان يكون هنالك حلول واضحة ولكن روسيا اعتقادي سوف تساوم على هذه الورقة سوف تستغلها الى ابعد الحدود ايران بعد توقيع الاتفاق سوف تشعر انها اكثر قوة وسوف يعني تساوم عليها بشكل اكبر. طيب اذهب الى السيد منذر ماخوس، الآن هذه التسوية السياسية سيد منذر وهي الموعودة من قبل واشنطن مع شريكيها نتحدث عن موسكو وطهران. هل برأيك سترسخ كما يقرأها البعض بأنها سترسخ تقسيم مناطق النفوذ؟ تعطي بالتالي تقاسم الكعكة السورية صفة يقال بأنها شبه رسمية على الأقل أو قانونية دائمة قد تتمتع في قابل الأيام بدعم دولي. لا أنا لا أعتقد أن المجتمع الدولي يريد أو أنه مهيأ لمساعدة عملية التقسيم مشروع التقسيم برأيي هو مشروع النظام وحلفائه إذا لم يستطيع المحافظة على المناطق التي لا يزال يحافظ عليها في سوريا وهي لا تتجاوز في أفضل التقديرات إلا 20 إلى 25% بالمئة. لكن هذا كلام بالنسبة لهم وبالنسبة لروسيا هو الخيار النقطة أو المخطط بي فلنقل أما الأمريكيين لا أعتقد أنهم بطوريتهم ولن يساهموا في عمل من النوع لانه هذا يعني ان المنطقه كلها ستتفتت، ليس من زاويه المصالح الاستراتيجيه لا الامريكيين ولا الغرب الدخول على الرغم من وجود كلام كلام نظريه مؤامره، انا لست مقتنع تماما، لكن مقتنع مره اخرى اعود الى لب الموضوع، ضمن الموازين الحاليه من الاستحاله اليوم الوصول الى حل سياسي، هو الحل الامثل، نعم نحن نريد حل سياسي يساهم او يؤدي الى رحيل بشار الاسد. نعم. وفق هيئه حكم انتقالي اذا صلاحيات كامله وعلى اساس جنيف نعم نفضل هذا من اجل المحافظه على هيكل الدوله السوريه ولكن اليوم هذا حل عبسي لان النظام خاصه بعد الاتفاق النووي الايراني وبعد الانخراط الروسي المباشر على الارض يشعر بنوع من التفاؤل وقد يشعر على انه لم يعد مهدد على الاقل قريبا جدا بالانهيار اذا سوف يتمسك بمواقعه مما سوف لن يساعد اطلاقا على الدخول بعمليه سياسيه تهدف او تستطيع الوصول الى حل سياسي، على الجانب الاخر بالمناسبه وبكل شفافيه انا اعتقد ان العديد من الفصائل المقاتله اليوم بعد الاختراقات الكبيره لا. التي حققتها في الشمال عندما حرروا مناطق شاسعه منها ادلب وجسر الشغور واريحه وقرى في محافظه الغاب وابتداء ريف وغيرها هناك انتصارات حتى في ريف دمشق وفي الجنوب ومناطق اخرى ايضا يفضلون الحل الحسم العسكري بالتاكيد ان كان ذلك ممكنا لذلك مره اخرى الظروف الميدانيه ووزير القوى على الارض لا تسمح بوصول الى حل هذا الحل الوحيد ضمن الظروف العينيه في رايي ان يتم انخراط اقليمي ودولي كامل من اجل ارغام النظام السوري وحلفائه ومن اجل تليين بعض الزوايا الحاده للمعارضه للقبول ببعض الامور البسيطه التي ليست هي مبدئيه خاصه فيما يتعلق برحيل نعم. بشار اسد اشكرك استاذ منذر ماخوس ما في الائتلاف السوري المعارض في العاصمه الفرنسيه كنت ضيفنا من باريس شكرا جزيلا لك شكرا ايضا لضيفي على مدار الحلقه في الاستوديو الاستاذ ايمن الحماد الكاتب المحل السياسي وضيفنا من جده دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث الشكر لكم انتم انتم مشاهدينا الكرام على كرمي وطيب المتابعه نلتقي غدا في حلقه جديده من العالم العربي السعوديه الى اللقاء